ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رائف. أستاذ جمال، بعد التحية، زيارة توصف بالتاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأرمينية يريفان، خاصة إنها الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. دلالة هذه الزيارة والتوقيت؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هي زيارة تاريخية وهي الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أرمينيا، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية منفتحة على كافة دوائر العلاقات الخارجية، بل أننا أصبحنا نستمع كثيرا لهذا العنوان، أولى زيارات رئيس مصري للنقطة الفلانية، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية يعني بتنفتح على كافة دوائر صنع القرار الدولي. والسيد الرئيس زار الكثير من الدول كأول رئيس مصري، سواء في أوروبا، في آسيا، أيضا حتى في أفريقيا، وبالتالي هنا يعني توسعة لدوائر العمل الدبلوماسي المصري الخارجي لتحقيق المزيد والمزيد من المكاسب للداخل المصري، سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى على الصعيد السياسي أو فيما يخدم القضايا الخاصة بالسلم والأمن الدولي. وأعتقد أن هذه الزيارة بالتأكيد هي بتفتح أفق جديد للعلاقات المصرية الأرمنية، خاصة أن هذه العلاقات لها جذور تاريخية عميقة، وبالتالي الآن يتم البناء على هذه العلاقات التاريخية والمضي بها نحو آفاق أرحب، سواء على صعيد العلاقات الاقتصادية وتنمية العلاقات الاقتصادية. وفي الحقيقة أننا شهدنا منذ عام 2014 وهناك يعني دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، اللجان المشتركة بالفعل انعقدت عدة مرات ما بين الدولتين سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى في مجال التصنيع. وجدنا زيارات لوفود أرمينية إلى بعض المصانع المصرية، وإلى يعني زيارات مع المسؤولين المختصين بمجال الصناعة في مصر، وبالتالي هناك تشاور في مجال التصنيع بالفعل، وهذا مجال مهم جدا خاصة في مجالات السيارات والآلات الزراعية التي تتميز بها أرمينيا. أيضا فيما يتعلق بمجالات أخرى طبعا زي السياحة وتوسيع الأسواق الخاصة بالسياحة، لأن مصر الآن بتحاول تنويع السوق السياحي المصري، وبالتالي أيضا هذا أحد المجالات المهمة جدا في العلاقات المصرية الأرمينية. أيضا على صعيد العلاقات الأخرى فيما يتعلق طبعا بالتشاور السياسي، أعتقد أن هناك توافق كبير جدا ما بين الدولتين في الكثير من القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بترسيخ الأسس الخاصة بالسلام والاستقرار الدولي، وبالتالي هي صفحة جديدة في سجل العلاقات المصرية الأرمنية اليوم بتكتب من خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول رئيس مصري يزور أرمينيا. صحيح سيد جمال، كما ذكرت هناك العديد من مجالات التعاون التي تنتظر فرصا واعدة بين البلدين، والرئيس الأرميني كان بين الحضور في مؤتمر COP27، والحقيقة أنه واضح أن هناك تقارب في وجهات النظر حيال القضايا المختلفة. تدعم مصر أرمينيا في قضايا عديدة، وأرمينيا كذلك تدعم مصر. هذا بيعني ليس فقط فتح صفحة جديدة على مستوى العلاقات الدبلوماسية، لكنه أيضا الرؤى المشتركة حيال القضايا المختلفة والاتفاق في وجهات النظر فيما يتعلق مثلا بالاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة وما يتعلق بمخرجات COP27. بالتأكيد مصر الآن فاعل إقليمي مهم للغاية، بل هو مؤثر في الكثير من القضايا سواء المستحدثة أو القضايا التقليدية. القضايا التقليدية على صعيد الأزمات مثلا في الشرق الأوسط واتفاق الرؤى، وأيضا تقريب وجهات النظر ما بين يعني وجهة النظر العربية والأفريقية وما بين شركاء في آسيا وفي أوروبا، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية أو حتى على صعيد القضايا المستحدثة والجديدة زي اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيها، زي طبعا قضايا التغيرات المناخية ومواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرها من الأمور. وبالتالي طبعا مصر الآن فاعل مؤثر كونها طبعا رئيس COP27، ولديها القدرة الآن على أيضا يعني تولي وقت الدفاع عن حقوق القدرة والرؤية أيضا في العديد من تبعات التغيرات المناخية النقاط. وطبعا أرمينيا لديها يعني تجربة مهمة في هذا الأمر، وبالتالي تبادل الخبرات مهم للغاية في هذا المجال. نعم، أشكرك الكاتب الصحفي جمال رائف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.